هل علي تحمل هجر زوجي 4 سنين وعندي عيالي وما يسأل وكذا، وأهلي كلهم يقولون اصبري وكذا، هل علي فعلا أني أنا أتحمل؟ لا، مو بعليش أن تتحملين 4 سنين هجر. هذا هجر، هجر بسبق الإصرار يعني، سبق الإصرار، أنا مصر على هالشيء. إنزين حرام، هذا هي لا تذروها معلقة، هي كذلك يعني. بس أعتقد أنك أنت تقدرين. أنا ما أحب يعني، على كلامك تقدرين أنك أنت تتجهين إلى المحكمة، والمحكمة طلقتك بغيابي أعتقد يعني. بس بعد تأكدي. لكن أنا ما أحب هاي الكتب، أقول لكم إياها، أنا ما أحب أسعى في هذه الأمور يعني. كل حالة لها حالة فردية. هذا الرجال ليش غايب 4 سنين؟ بأي حجة غايب 4 سنين؟ معقول 4 سنين صفر صفر تماما، ولا اتصال ولا شيء؟ يعني أحب أعرف بعض التفاصيل. لكن أنا بقول لك إياها، ديننا دين يسر، وما يرضى على المرأة إلا تكون مكرمة وغير مهانة وغير مذلولة، بالعكس. فالرجل حط عليه شروط انه يكرم هذه المرأة ويرفعها. والمرأة لها مكانتها في الإسلام، ولها مكانتها في المجتمعات الحمد لله. فانت لك حق انك انت تسوين، تخلصين امورك، دام انها هج معاك والكل شاهد، فاكيد بتراوينهم أدلة.